يا امي وينو شريكي؟ يا حياتي، انت يا ريت لو بعرف وينه. يعني معك حق، اتأخر الوقت كتير وما اجا. هاتصل. شو عم تعملي يا مجنونة؟ اكيد ما رح اتصل فيه. اطلس امي، قديش صارت الساعة؟ نحن لازم ننام. يلا حبيبي، يلا، مو هيك؟ يلا يا عمري. لا، ما في تقلي لا. يلا نحن لازم ننام، لانه بكره لازم نفيق بكير الصبح ولازم نروح على المدرسه. يلا يا روحي انت، يلا يلا امشي. امي شو صار؟ ما في شيء امي. انا منيحه منيحه، بس لما قمت بسرعه فجاه فتر راسي شوي، بس أنا منيحة يا روحي، لا تخاف علي. يلا يلا امشي. ألو زينو، موسى أجا اليوم شي؟ لا ما أجا، حتى ما دق لي تليفون بنوب. إيكو رجع على البيت؟ لا والله، وهذا كمان ما بين. استني رح ضيف إسراء على التليفون. أهلين زينو. إسراء، رفيف كمان على الخط. مروان إجا شي؟ لا والله ما إجا. واللي عندكم ما إجوا كمان؟ ما إجوا. يا بنات بدي إلكن شي، الوضع أبدا ما بيطمن، حتى بابا ما مبين. إنه يعني بيجوا أكيد بعد شوي. إيه طبعا، يعني هنن عندهم خيار تاني؟ هو يعني أكيد رح يجوا، حتى إنه ممكن يكونوا على الطريق. يا بنات مو نعمل فيها كبرياء بالأول ونجي ننزعها بالآخر؟ إن شاء الله. ها لك يا اخي، وينك انت؟ اجيت، كان عندي شغل صغير خلصته واجيت. شو عملتوا؟ نحن شو نعمل يعني؟ ملينا بكل الاشكال اللي ممكن انه ينمل فيها. عن جد انا كثير مليت، بدي اروح لعند لا لا, لا لا لا، وين رايح؟ الموضوع اللي بيخص اختي هو موضوع بيخصنا كلياتنا، تمام؟ بيخصنا كلنا شباب. ايه مزبوط. مزبوط حكيك. لك بس يا شباب، انا والله رح جن انه طلعوا مشان لعبه طابه. شوف على الحاله اللي وصلنا لها بالاخير، مو منطقي. هالزلمة له ساعتين قاعد هون عم يشوف التلفزيون، هداك عم يشفط قهوة، أنا حتى مرماتي ما بتكون بلا طعم لهالدرجة. حبيب قلبي، إذا ما عجبك تفضل. خليكم، أنا لا لا، أنت ما عم تفهم علي. روح شوف، خلص أنا بدي ضل عم أضرب على راسي منك. يعني حتى لو ما عجبك بدك تضل قاعد هون. لك شوف كم واحد نحن، أنت الوحيد اللي عم تنق. بالضبط هيك، ما تنسى إذا خسرنا هالحملة بتسقط كل حملاتنا، كلها بتروح على الفاضي. مزبوط، الحق معكم، والله كله صح. تمام، خلص مالي رايح، لأنه ما كان ولو هاد الحكي. لسه من الصبح بدي روح وبدي روح. يا ترى حبيبتي كيف بدها تكون سكرت الدكانة لحالها؟ بالي عندها أنا والله. شوف يا أولاد، بدي أقول شيء الحقيقة، يعني مرتي مو محقوقة ولا غلطانة. أي صح حكي، صح معه حق. هلأ يا أبي، يعني وقت نطلع من هالناحية يعني، وإسراء ما كتير غلطانة كمان، يعني الأكل بلاها ما كان أكل ظريف أبدا، ما حبيته. مو ظريف أبدا، مو بس ظريف. تخيل هلأ إيكو قديش أمك بتكون عاملة أكل طيب. ايه صح تمام، وشوف طبخات اسراء، طبخات اسراء يعني، وهالحالة اللي وقعنا فيها يعني، احنا شكلنا شكل حدا يضل على بيتزا. انه انا رحت قلت لها للبنت انتي كل طبخك ما في جنس الملح، معقولة؟ خد لشوف بقى. بابا يا شباب خلونا نركض لعند نسواننا والله، بعدين يعني شوفي يا بالله، الدنيا مليانة رجال خروق، انا قبلان كمل باقي عمري واني رجال خروق، وين المشكلة؟ والله قبلان بقبل والله. لك لا، انا من قبل اصلا كنت ايه بلا يعني ما لها شغلات. لك شو عم بيصير يا شباب؟ شوفوا يا شباب شبكم. لك شو عم بيصير؟ ما عم بفهم انا، يعني بدكم تجيبوا لي جلطه انتو يا عمي؟ انا هلا بدي صرخ، ما في داعي تنوز ابدا. لك شو عم بيصير لكم انتو؟ لك نحن مشان شافت مباراه اضطرينا نكذب على نسواننا يا زلمه. والله يا عمو مو الحق معي. ايه صح، نحن شله تم اجبارنا على الكذب، يعني نحن تعرضنا لضغوطات لحتى نكذب مو من حالنا. تمام، يعني نحن كذبنا كذبه، بس نحن شو كانت حالتنا وقت كذبنا هي الكذبه؟ شو كانت حالتنا؟ متشقفين. ايه؟ نحن ما كذبنا هالكذبه وقلبنا عم يبكي دم. بعدين بدي اقول شغله وحده، نحن فعليا ما عم نكذب. لا يعني المكان المعلوم اللي قلت لها لا تجي عليه، ايه يعني انا ما بكون كذبت، صح ولا لا؟ مزبوط ولا لا يا جماعه؟ صديقي انا ما عم اشر بطاطا بهالدكان بنوب ابدا، ما عم اشر باذنجان، هدول ليش ما حدا بيشوفهم ابدا؟ انا بالاساس شو كان لازم اكون عم بعمل؟ اكون هلا بالسفينه تبعي وعم صيد سمك بالسناره الذكيه تبعي. تمام. هيك ايوه، الزلمه عم يقشر بطاطا يا شباب. هيك كان هذا هو، نحن على حق واكيد نحن رح نفوز، وانا متاكد. خلينا نقول
إذا هدت تطلب كل الخلاف. هذا هو الحكي تماما وخلصنا. هذا الحكي صح. جاي أنا. أوه يلا شرفوا خلينا يلا نقعد يلا عود. نعم حلمي بيك. مساء الخير مروان. قال حكيت أنت وسالم. أيوة إيه اجى على الشركة وتعرفنا بحضرته. لك قال داير ظهرك على الزلمة وماشي. مروان ابني شوف هالصنف من الرجال ما بصير تتعامل معهم هيك. قبل هلا كمان حذرتك بدك تجمع أعداء لك يعني. حلمي بيك الزلمة عم يجي على شركتي ناديني لعنده وأنا رحت تمام. بعدين بيهددني بشكل غير مباشر وما طالعت صوتي. أنا يعني تصرفت بصبر زيادة قلت له أنا ما عندي نية بيع شركتي وهالشي اللي كان رح يعرفه أول على آخر. تمام فهمان عليك بس على الأقل كنا نظمنا اجتماع يعني نشرح له بطريقة أسلس. قلت لك هالزلمة مش كل شي. حلمي بيك الزلمة باين عليه كتير إنه ما بيفهم بأسلوب طري. شركتي أنا مو للبيع أبدا. كل ما فهم الحكي بكير كل ما بيكون أحسن. معك حق. أنا بس ما بدي يصيبك شي مو منيح وبس. ايه بعرف بعرف حلمي بيك انتبهت. شكرا كتير لألك بس ما بعتقد يصير اي مشكلة بهذا الخصوص. ايه انا هون امتى ما بده وكيف ما بده بيقدر يجي يواجهني. لك هدول مبارح بالليل ما اجوا على البيت. انتبهوا انتبهوا يا بنات. انا دريت من حدا بالشركة انه هنن ضلوا هنيك وما طلعوا منا. والله جد يعني هنن عم يتحدونا ونحن حنرد بنفس الطريقة. لك زينو شو هالحكي الفاضي هاد. الرجال ما اجوا على البيت مبارح شبكي. قوموا رايحين مشوار. وليش المشوار؟ لك يا بنتي ما قلنا انه نحن ما طلعنا مشوار مع بعض. كنا بدنا نروح نعمل سفاري وتخييم. قوموا يلا يلا. ايه تمام انا موافقه يلا. ايه بس انا مالي موافقه. وين بدي روح باطلس يعني؟ لك بنتي انا بهتم فيه. شو عم ساوي انا هون؟ روحوا انتوا روحوا. ايه اسراء ما بقبل اعتذار ابدا. خليهم يشوفوا بعينهم كيف الواحد يجي على البيت وما يلاقي حدا ابدا. يعني مالي عرفانه اترك الولد ولا لا. إسراء. يا الله يلا اسراء ما بدها اعتراض. طيب ماشي خلينا نروح ونعمل اجازه نتسلى وننبسط فيها. برافو يلا يا بنتي. برافو يا بنتي برافو عليكي. عم يشتغل يا بنتي. وينو هاد؟ اه ليش مسكر؟ شو المناسبة؟ يعني معقولة وقت بدي اشتري بيكار ما رح اقدر؟ يا الله لك هذا شو جابوا لهون؟ يا سمرلوت. اها خير ان شاء الله. عشو عم تدوري؟ على ناظم مو هيك؟ لا شو دخل هي بهي؟ خلي البلدية تسأل عن ناظم. انا كان منزوع عندي البيكار بالبيت وحبيت اجي اخذ واحد جديد. اه تمام لكان ما في داعي يقول اني شفته انا جاي معناته. قول قول اللي وين شفته ومع مين شفته وين رايح كان. قول يلا قول بسرعة يلا يا عمين يلا قول 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 قول, قول. شفته هو وناريمان. مدري رح يدوروا على محل المكتبة الجديدة مدري لغير شي ما بعرف رح ياخد مصاري. قلت لي مع ناريمان؟ بعد حبيبتي قررنا نعمل مكتبة مع ناظم. ايه تمام. يعني بدنا نبلش من الصفر ادهان وترتيب. ان شاء الله بهالفترة الله اعلم شو بيصير. ايه والله ان شاء الله. شو جابك ولي؟ مالك موعد ولا غيره؟ رح خلص اللي بايدي وروح. خلصي يلا شغلك الاخير ولي. اخر شغل. شو عم تعملي ولي؟ زمرد شو عم تعملي؟ زمرد زمرد شو عم تعملي؟ لك ولي مالك طلع على الشارع اليوم. روح اعملي الليست تبعك. لك افتحي ولي. ارجع لك بعدين المره ناطره بسرعه يلا. لك انا رح شقك نصين. لك زمرد افتحي الباب عم قلك. لك قفله الباب علينا. ليش عملت هيك؟ بس انا بعرف شو هي بتكون نيتها لزمرد بس مش الحال. القطار راح عليها. ايه شو بده يصير فينا هلا؟ شو بده يصير؟ نتصل بحدا بيفتح لنا اياه. لك وينو هاد؟ اتربطت ايدي ورجلي. اتصلي بحدا يساعدنا. ها اجيت. انتي؟
خير، شو جابك لهون؟ احكي. ناريمان بعتتني، طلع لشغل وقالت لي بوس ايدك يا زمرد، روحي بدالي انتي لعند استاذ ناظم. هيك يعني فجأة اجاها 70 سيشوار و60 صبغة و120 عروس لترتبهم. لو تشوف كيف قلب الصالون، زحمة كتير يعني. لهيك انا اجيت لعندك، مو لاني بدي اساسا. هي مختلة شوي، شو بدك فيها يعني؟ ما بتوفي بوعودها وما بتطبق كلمة على كلمة، يعني جوزائية معتادة على هذا الشيء. شو بدك فيها مختلة؟ فهمت. يعني هلا حضرتك بدك تساعديني بالدهان إلي، مو هيك؟ ايه انا. طيب اشلحي الاساور، ما فيك تشتغلي هيك ولو؟ مستحيل ابدا، ما بتنازل عن اساوري كرمالك انت حتى. ما بيصير يعني، ما في يصير اساوري يعني كرمالك انت حتى. لا ما فيني اشلحهم ابدا، هدول اطفالي وولادي يلي بحبهم كتير، وبعمري ما شرحتهم يعني، ماني متعودة. تمام. خلينا نبلش معنا بهدول يعني، ولا كيف؟ رح ندهن كل مكان، ما هيك يعني؟ حتى السقف رح يكونوا كلهم لون واحد، ما هيك؟ رح يكون كتير حلو. الشبابيك ما بتندهن طبعا، ما هيك؟ ورطت حالي. يا جماعة، إسراء كأنه ما أجت ولا أنا هيك متهيئ لي؟ شو قصة؟ لا ما أجت، بس بتكون بالطريق يعني على جيتها. يا شباب، أنا مو مبارح ما رحت على البيت؟ ايه. أنا بعرف مرتي منيح، هلأ بتكون ندمانة كتير كمان، بعرف. بس يعني ما فينا كمان تقول مروان أنا ندمانة، مروان رجع. ايه طبعا. يعني بتكون ماتت من كبرياء، وأساسا بتكون جاي. هيك قلتها؟ طبعا هيك بيكون حرفيا. شو؟ طيب ماشي، خلينا نجوا ولو. أنا كتير اشتقت لها لورتي، رح موت من العيشة بلاها وحياة الله. الفوز قريب كتير، لهيك خليك رايق، روق شوي. تمام. كيف هيك صار؟ شو كيف يعني أخي؟ أنا بعرف إسراء، ما فينا بلاي، ما بتبعد عني، أنا بعرف. مثل ما عم قلك يا أخي، اسمع مني وكب البحر. أخي هدول رايحين. كيف يعني؟ كيف يعني رايحين؟ رايحين لوين؟ رايحين أخي؟ هدول أخذين إجازة. يا الله. مين؟ البنات. لك هالمكان كتير حلو. أعطيني هاد لشوف. منيح يلي اجينا يا بنات، كتير عم ننزل لو كتير مبسوطين. نحن كتير مبسوطين هون، كتير ضحكتهم لأدانهم والجو بياخد العقل. شو أخي، مو على أساس كان الفوز قريب كتير؟ نحن مقرب على الفوز، نحن بعد عن نسواننا حتى، ولك هدول لوين رايحين وتاركيننا؟ أخ يا وردي، أخ ليش هيك؟ وين ممكن يكونوا راحوا؟ شوف العنوان. يلا ليكني عم دور، عم شوف فين، وطولوا بالكم. لك يلا لاقي العنوان. يلا عم دور على العنوان، طول بالك علي شوي. ليكو هذا هو العنوان. شو هاد؟ كيف يعني؟ لك شو هاد؟ يا شباب كيف الوضع؟ كأنه مسيطرة العضلات علينا، مو هيك؟ لك شو هاد يا أخي؟ لا مو حقيقية هاي. طبعا هذا كأدوني. شو هاد اللي عم شوفه أنا؟ شو رحتوا على غرفة بنادي؟ شو هالأجسام هدول؟ أخي أنا كتير تعبت، كأنه نزل سكري، ما عاد فيني. طول بالك، روق شوي، اهدى خلاص. لك أنا بدي أتصل بحبيبتي زينو، بدي أقول لها اشتقت لك كتير يا روحي، أنا ما عاد فيني، بدي أشوفها ضروري. أنا اشتقت لها لزينو، ما عاد فيني يا شباب. روق شوي، لا تحكي حكي فاضي، حدي وروق. لك شو صار لك؟ حدي وروق شوي، خلص روق شوي، طلع فيني خلص بقى. خلص حاجة تحكي حكي فاضي، خلص انسالي اللي شفته بالموبايل. الفوز كتير قريب. تمام اهدى. يلا تمام. ليك بدي أقول شغلة، هلا نسينا الموبايل تمام، بس امشوا رايحين. رقم تليفون الأوتيل. يلا يلا خلينا نروح، لكن معقول نتركهم هيك يعيشوا بلالة؟ اخ تعبتها. اي والله عضلوا ايدي ناظم بيك، صار لي زمان كتير ما اشتغلت هيك شغل والله. اخ هو واضح كتير انك بتشتغلي هالشغل دايما زمرد خانم، واضح تماما. اي نعم معك حق بهالشي، انا اشتغلت شوي باختلاف، حبيت ضيف روح الفن تبعي طبعا. الزمرد خانم شوفي هون، كأنه في بويا عندك. ايه انا بمسحها، بس روح على البيت هلأ، ما رح تطلع معك هلأ، بدها مي اكيد. بصراحة نحن صرنا تيم جيد كأنه، مو؟ ايه طبعا. يعني نحن خلال يوم واحد سجلنا تقدم كبير. شفتي كيف انت صرتي يعني شخص محب، وعم بتساعدي
من قلبك. ناظم بيك. وهي وصلت. لا تواخذني أماني، أنا آسفة تأخرت لأنه في حدا قفل علي باب المحل. مين قفل عليكي؟ يعني مين بده يكون هاي المرة؟ لا ما بتعملها. معقول زمرد خانم؟ شوف شوف كيف عم تتخبى مثل النعامة عم تطمر راسها. لك شو هالحكي هاد؟ رجاء أريمان لا تحكي هيك حكي معي، أنا شكلي شكل وحدة بتعمل هيك شغلات، مو معقول أنت عم تتبلي علي. زمرد خانم لا ممكن يكون يعني صار هيك شيء بالغلط نازم بيك، بس والله مو يعني ما كنت قصده، كل اللي كنت أنا حاببته إنه ساعدك يعني هيك بالمكتبة. معقول أنا أعمل هيك شيء؟ يمكن طالعه وخبط الباب بوشي، وجزداني كان فوق الباب وعلى الخبطة شكله المفتاح وقع بقلب الجزدان وتسكر الباب عليها، وكان عندها زبونة وبالعلامة عم تعمل لها ليش. تعي لقلك شو، تعي عاوزتك، تعي لبرك، تعي عاوزتك الكلمتين. جوز كلام ما في غيره. يعني عن جد منيح انه طلعنا، كتير هادي الجو وحلو وشمس وعصافير وهيك، منيح اللي اجينا. عن جد حكيك منيح يلي اجينا، عم نتسلى وما لنا عم نمل، والجو كمان كتير حلو ومشروبنا كتير كتير طيب. بس نرجع لازم نعمل منه دائما دائما، لازم نعمل منه طيب. طبعا خلينا نعمل منه دائما لانه لذيذ كتير وصحي، وبكل شفة انا عم حس بانتعاش ماله طبيعي، عن جد عم حسه عم ينعش لي كل خلايا جسمي. كل يوم الصبح نحنا لازم نشرب منه. ايه فعلا. المهم هلا انا بدي روح اعمل مساج كتير ظريف، قال هون في وحدة بتعمل مساج منيحة، فرح روح جرب ودلكن عليها اذا عجبتني. ايوه هيك استمتع شوي. هلا انتو كمان ما حسيتوا برياحة لما بعدت شوي عن رجالكم؟ انا حاسة انه هيك انا عم المع، حاسة بلمعان، خفيت، حاسة حالي صايرة خفيفة، وانا حسيت بالراحة. يعني قد ما بتبعدي عن رجال بيكون كتير منيح. مزبوط. مروان مروان. ليك ليك اخي شافونا انتبهوا علينا. لا لا مروان يا الله دخيلك، شو جابون هدول هلا؟ مو فهماني ابدا، غريب عن جد. عادي لحقنا، شو يعني هي اول مره؟ طلعوا فيني لشوف، مو هلا لانه اجوا ورانا تنزلوا الرايه، حصرا رح نفوز بهي اللعبه. اكيد طبعا نحن حنربح. أيه. شو بدنا حمي؟ شو بدنا نقول هلا؟ بنقول انه عنا اجتماع. تمام؟ عنا اجتماع. هلا نحن شو بدنا نقول لهم؟ ليش اجينا لهون؟ شوفي شوفي، قال يعني ما عم يطلعوا. على اساس ما لنا موجودين. نحن صحيح اجينا لهون، بس يعني لسه عنا فرصة انه نفوز، ايه؟ انا حاسس انه 10 لاعبين وبدقيقة 90 اكلين 6 اهداف. انت ما انتبهت كيف اول ما اجينا داب قلبها لاسراء؟ داب قلبها على الاخر، يلا بلش. نقول خلينا نقطع هدول الشجرات، شو رأيك؟ تمام ونفتح هالمجال. اهلا وسهلا. مرتي. عن جد انتو شو عم تعملوا هون؟ غريب كتير جيتكن ورانا، يعني مثل العادة لاحقيننا، ما هيك؟ شايفة؟ لا لك نحنا جيتنا ما قلع علاقة فيكن، ما هيك موسى؟ صح ولا لا؟ مهم؟ ايه نحنا جينا لهون مشان اجتماع هون بنهرنا، فقلنا يعني منجي منتشمس. شوف على هالحظ بأوتيلنا، انه الدنيا قديش صغيرة بالأوتيل اللي نحنا حاجزين فيه، مو معقول. ايه شايفين الصدف متعلقه ببعض مثل السلاسل كانه، ما هيك؟ شايف هي الكذبه يلي على لسانك ايكو عم تصرخ انا كذبه انا كذبه. شو الحكي؟ يعني طالما ما اجيتوا كرمالنا نحن خلينا نكمل اجازتنا. اجازه سعيده لكم كمان. تمام طبعا عطله سعيده لكم. ايه تمام. طيب صبايا يلا انا اجا وقت المساج تبعي، شوفكم بعد الساونا والمساج. ليش لا عم نعمل مساج؟ خلونا نرتاح من تعب هالأعصاب. ايه عن جد صار بدها مساج. يلا يا بنت الوقت عم بيمرق بسرعة، ما عم حس فيه. مساج قالت كأنه، ما هيك؟ هلأ قولوا لي هذا المساج كيف بينعمل ولو؟ ما بينعمل المساج. ايه هدول تبع العضلات رح يعملوا لهم المساج بهاي العضلات. شفت شوف. لك اخي وين رايح؟ شو عم تعمل؟ اهدى طول بالك. شو يعني مساج؟ شوف شوف العضلات. لك شوف العضلات بهالعضلات ما فيهم يعملوا مساج. لا اخي طول بالك، خليك قوي، اهدى ورو كرمالي بس يا زلمة. بصراحة مو عاجبني موضوع المساج. هالمساج ما رح ينعمل،
ما رح ينعمل هالمساج. يا مين؟ ها؟ شبك ليش هيك عم تعمل؟ مثل فرخ البط جعت يعني؟ تعال عملت كيك تعال كل. انتي كنتي هون حبيبتي؟ ما انتبهت لك ابدا. لا لا انا هيك منيحة، كنت عم بتمشى وحرك جسمي شوي. يا مين لا تقول هيك، شفتك وانت داير 45 مرة لفيت. تعال عملت من الكيك اللي بتحبه انت تعال. لا لا بلا ما اجي هلا، انتي ما بتحبيني اجي هلا. لا تخليني اعصب ويطلع خلقي تعال لهون. لك لا تخلي صوتي يعلى بين العالم. اخ روحي يا روحي، انا كتير اشتقت لك والله. كتير صعب الفراق، يعني كل شي بلاكي صعب كتير علي. اضحك علي يا ملسن، كلهم يومين يعني يومين بس. انا كمان يعني اشتقت لك شوي يا روحي. انا حياتي انا. شو عم تصيروا ولاد؟ شو عم تعملوا بعد هالعمر حركات تدبيق؟ العمى ما عاد استحيتوا على عمركن؟ اتركوا ايدين بعض العمايا. انتو تصالحتوا كنا؟ ها؟ شو هالسرعة هي؟ لحقتوا تتصالحوا؟ سرعة شو هي؟ كانت أطول سنة بحياتي بس مرقت، ما هيك يا روحي؟ ولك خجال على هالشوارع ولك؟ من هالشوارع بخجال بقى خلصنا. لك هذا نص التاني هاد، كيف بدك ما صالحوا؟ اسحبوا ايديكم من ايدين بعض ما تعصبوني. دمي عمين شفنكم، لا تعملوا هيك قدامي. طلع فيني يا ابو شوارب. الباقي كمان تصالحوا؟ لا تقلي تصالحوا. ها دقيقة زمرد، لانه ما تم اي صلح. بس اذا بيتم كمان انا ما بعرف ان شاء الله ما بتصير يا رب. يلا هلا قوم انت اعمل لك شي شغله خلصني. عم نقي رز انا شبك بعض. اجيتوا؟ يا الله عن جد أنا استرخيت كتير، كنت عشوي رح أنام. المكان هادي ورايق مخصصة لفضاية الراس. ايه تمام أنا جاهزة. ايه ما بدك تردي علي؟ شكله مشان يضل المكان هادي، معك حق. وأنا كمان هيك رأيي، خليني اسكت واسترخي أحسن. إذا أنتي ما بتحكي وأنا ما بحكي مو مشكلة. فعلاً طلعتي مثل ما وصفوكي بالضبط. ايدك قديش منيحة، بلمح البصر مسكتي الوجع. هون بالضبط، ايوة هون تماماً. أصابعك سحرية على فكرة. شبكي انت شو عم بتساوي؟ على فكرة عم توجعيني. خلاص شو عم تعملي؟ أنا ما طلبت مساج قوي، أنا طلبت مساج طري مو قاسي. على مهلك. تمام. بالمناسبة شو اسمك؟ أنا عم بسألك شو اسمك؟ اسمك عم قول ما سمعتيني؟ مروان؟ لك انت شو عم بتساوي هون مروان؟ شو عم بتساوي هون؟ انت شو لك شغل بهالمكان؟ شو يعني شو لي شغل هون؟ شو يعني؟ شو يعني؟ شو اصراخ؟ انا متفاجأتي؟ كنت ناطرة حدا تاني مثلا؟ طبعا كنت عم بستنى حدا تاني. هلأ انا بغرفة المساج مستنية حدا تاني، يعني انا هلأ بغرفة المساج ومستنية حدا لحتى يجي ويعمل لي مساج. لا ما في هدوك العضلات يعملوا لك مساج. عندك انا الخيار الوحيد بايدك. لا ما فيهم يلمسوا شعره منك، بكسر ايديهم عن جد. انت شو صاير لك مروان؟ يعني انت جانن ولا شو؟ شو أكلت؟ قلي شو أكلت؟ إيه صح، أنا جنيت إسراء، أنتي جننتيني تمام؟ يا الله المساج قال. يا أستاذ أنت كيف بتفوت لهون؟ ما بتعرف إنه الفوت لهون ممنوعة؟ تفضل لبرا. أه
حضرتك اللي كنت رح تعملي المساج؟ إذا بتريد تفضل لبرا. طبعا طبعا، شو إذن؟ أكيد طبعا، وأنا اللي كنت مفكر يعني شو فكرت؟ شو فكرت؟ هيك لما شفت عضلات وشي بالصور يعني فكرت إنه ممكن تطلع؟ أنا طالع. خلص طالع. إيه إيه طالع. أنت عملي مساج كتير منيح لمرتي، تمام؟ يعني هي كتير بحاجة لمساج، جسمها عم يجي على كتير. مروان اطلع لبرا. ماشي اطلع لبرا فورا، اطلع لبرا فورا. طلعت طلعت. سكر الباب وراك، تعال هون سكر الباب. رجعت رجعت. سكر. اجيت لهدي حالي. شفتي الاسترس تبعي؟ ممكن تعملي لي مساج؟ شكرا لك. تمام، انت بعت لي ايميل، انا بشوفه بكره. ايه تمام بشوفك. اسراء انت قديش طالع حالك؟ طلع فيني مروان، انت ما فيك تيجي لهون بهاي البساطه وتشرحني قدام الناس. عم تسمع انت شو صاير لك؟ ما عم بفهم، ما عم بفهم بنوب، انت جانن ولا شو؟ شو عم بعمل انا؟ انا شو عم بعمل اسراء؟ شو عم بعمل انا؟ بغار عليكي. بغار ايه؟ طقيت من اني مثل العكس. مليت مليت اسراء. لك انا بغار، بغار على مرتي كتير، وغرت من هدوك يلي كلهم عضلات، عرفتي؟ بغار، انا بغار، انا بغار عليكي اسراء. انا هيك، انا زلمه بغار. تمام، انا مشان ما اعمل مشاكل مليت على قد ما اقول على شغلات ما بدي اياها. تمام، قال الاكل ما في ملح. اذا الاكل ما في ملح بدك تاخذ الملح بايدك مروان وترش عليه. يعني انت في عندك ايدين فيك تاخذ الملح وترش على الاكل ببساطه. انا راجعه من الشغل وعملت لك كذا نوع اكل، وحضره جنابك جاي عم بتقلي الاكل ما في ملح. بني ادم بيقول شكرا، بيقول شكرا. انا ماني من نوع النسوان اللي بيقول لك ايه على كل شيء. تمام، انا اسراء، انا اسراء، فهمت؟ إسراء بنتي. مروان، العيون العيون العيون، يلا العيون. لك استنى شوي، استنى شوي، استنى شوي مروان، لشوف شو بدي ساوي. أنا جاي زينو دقيقة مروان. أنا اللي حضرت الكل، ما فيني أقول لهم إنه نحن تصالحنا. تمام، شو رح نعمل لك؟ يلا يلا. لك شو اطلع من وين؟ ما فيني اطلع، أنا مدير، ما فيني اطلع. هاي لك هلا شو دخل قصة إنك مدير بإنك تطلع من الشباك؟ روح مروان خلصني. امشي امشي، يلا يلا. اجي زينب، اجيت وبعتيها تروح. ايه خلصني. يا بنت انا كتير احترت وقلت لك تعي خلينا نحكي، بس انتي ما اجيتي. على فكره انا كنت نازله لعندك، بس بتعرفي مو وقتها زينو، روحي هلا انتي. لك ما بيصير، استني. هلا هدول ما حملوا حالهم واجوا لهون لعنا، انا عم اقول لحالي شو رايك نستغل الموضوع ونصالحهم ولا لا؟ والله ما عرفانه شو نساوي. زمرد كرفلي تدخل مجال العمارة، ابتعدوا عن طريقي، رح يمر يعني التريكس يعني من هون. يلا يا ابن ابني، يلا يا روحي. مساء الخير. مساء النور يا ناظم. يسعد مساك. زمرد خانم، لو سمحتي فينا نحكي شوي؟ فينا نحكي. ايه طبعا. ممتاز، كتير منيح. انا قصدي برا لو سمحتي. لا يا سيدي هون. تفضلي. عندي شغل. زمرد خانم، أنا ما عم بفهمك أبداً. إيه طبيعي، ما حدا بيقدر يفهمني. عم بقول إنه تمام عم تهتمي فيني، وعم ناكل أكلات مع بعض، وبصير عنا مجال نتعرف على بعض، وبعدين فجأة بتروح بتعرضي الزواج على واحد تاني. إيه معك حق، صحيح عملت هيك شي بالسابق. إيه؟ يعني أنا شايف اللي عملتيه ما له مناسب أبداً. يعني نحن عم نقعد هون ونشرب شاي مع بعض وما أحلانا، وبعدين ما عم بتحسيني مناسب انك تعرفيني على ابنك. ايه بس يا ناظم افندي، ابني مروان بيعصب على هيك شغلات. انا بعرفه لابني، طبعا بعرفه. تمام عم بقول ما بده، خلص
هالمرة عم بتروحي وتقفلي الباب على ناريمان بالدكان، ليش هيك عم تعملي زمرد خانم؟ ليش هيك؟ مشان مصلحتك انت، ناريمان ما بتعرف تعمل دهان، يعني يا دوب بتعمل صبغة يعني بعيد من هون، لهيك يعني انا فت من هذا الباب مو اكتر من هيك يعني. زمرد خانم، انا سألت حضرتك سؤال جدي وناطر جواب، ليش هيك عم تعملي فهميني لو سمحتي؟ انا لازم روح على البيت. تمام روحي زمرد خانم، بس بكرة المساء على العشاء بدك تروحي، خلي ببالك. تهديد يعني؟ ايه نعم، بكرة البسي وجهزي لي حالك لأنه بدي اجي اخدك، بدنا نتعشى سوا لو سمحتي، هالمرة ما فيك تتهربي. تصبحي على خير. تصبحوا على خير. من أهله يا ناظر. هلا نحن مو ضيعنا 5 سنين بالخطبة، حاسة انه هلا كمان نحن عم نضيع كتير وقت. معك حق زين ومعك حق، انت هلا روحي وصالحي زوجك. يلا خلصينا، ما ضل وقت، يلا خلصينا. ما بيصير هيك، ما بيصير هالحكي هاد، لانه هي بتصير خيانة لإلكم. لا ما بدنا نبالغ، لا تبالغي، خيانة شو هي؟ لا تحكي مثل المجانين، شو هالحكي اللي عم بتقولي زينو؟ كل شيء طبيعي وما في اي مشكلة ابدا، انت روحي وصالحي زوجك برأيي، ما بدها كتير. ما بيصير هيك، هيك بنكون عم نخون لرفيف، هي ما تصالحت معي. تمام روحي قولي لرفيف كمان هي تصالح مع زوجها وخلص كلنا نتصالح مع زواجنا. اسرع اخي. شو هاد يا يلي عم يشوف الضوء عم يجي؟ لكي إسراء، نحن كتير اشتقنا لنسوانا وبدنا نتصالح واجينا لنحكي معكم. زينو انت هون كمان؟ اي يعني هيك، نحن بدنا نتصالح بس في قدامنا عائق اسمه مروان. اي تمام. الزلمة ما عم يسمح لنا، قال اذا منصالح إسراء بدها تركب على راسه. لا وشو قال؟ مزبوط كلامك. متعلم لي كلمتين عن الجبهات والقلاع. ايه. فبضل مزبوط. بعيدهم كل الوقت. مزبوط. هيك قال إسراء بتركب على راسي؟ ايه تماما. هو هيك قال، بعدين ربط لنا ايدينا ورجلينا بهالحكي، والله ما عم نقدر نصالح. ليك 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 بيعوني أخي، بيعوني لألكون، هدول كلهم عم سجلهم على جنب، كلهم مسجل، معلش بيعوني بيعوني. ماشي بصراحة أنا اشتقت لمرتي وبس، هيك القصة. ها الباب. لا بقى يا أخي، لا لا بقى، بكفي. أكيد رفيف. ها إيكو، أهلا وسهلا بردتي. وين أسراء؟ أوه الكل هون، وأنا أقول إنه بما إنه الكل هون مو حاج كل واحد يبقى لحاله بهالمكان الحلو، خلينا نجتمع سوا بقى. إيه. لا إيكو لا، الحكي صح، موافقة. أنا هيك كنت أقول. بس لا بكفي، أنتوا شو لكم شغل هون؟ ليش أنا اعتذرت من مرتي؟ أنتوا شو لكم شغل هون؟ شو بدكم؟ أنا سمعت كل شيء من الصبح وسجلت كل شيء، لا تفكروني ما سمعت شيء، سمعت كل شيء. يلا روحوا يا أخي وتصالحوا مع نسوان. اعتذرت ومشيت شوي شوي. يلا كل واحد يعمل اللي بده. يلا سوي بالك. يلا تفضلي. يلا تصالحوا مع نسوان. طالعين تصالحوا وتصطفلوا كمان. يلا. لكن أنت قايل إسراء بتركب على راسي؟ شو رأيك نأجل الخناقة لبكرة؟ يعني بعتقد نحن هيك مناح، وهيك بأوقات منعمل شوية مشاكل. ايه مروان عن جد نحن ما في داعي نتغير، نحن سعيدين هيك ومبسوطين. ها هلأت بسيطة عادي. إسراء انا عم قول هالليلة نتعشى مع أطلس، شو رأيك انتي؟ منتعشى مع أطلس بمنبسط فينا. مروان انا كتير اشتقت للبيت بتصدق؟ وانا كمان اشتقت للبيت كتير عن جد. الموبايل طبعا. مين؟ ما بعرف. اي نعم مروان. مرحبا انا سالم، اكيد عرفتني. مين؟ اهلين سالم بك، انا اعطيت حضرتك الجواب الكافي بعتقد، ضل شي لسه نحكي فيه يعني؟ اي ضل ضل، لو ما ضل ما كنت اتصلت. قل لك شغلة مروان، بطفولتنا نحن ما كان في هيك ألعاب، كله كان طين بطين. شو عم تقول سالم بيك؟ ما عم أفهم شي عليك. يعني عم قول هون بالحديقة في حدا حابب إنه يحكي معك. أطلس خد لشوف، احكي مع البابا. بابا أطلس ابني. أطلس ابني؟ مروان؟ مروان شوفي شو القصة؟ بابا فيك أنت تجي تاخدني من هون؟